مساء الخير مشاهدينا، حياكم الله في لقاء جديد من حلقات برنامج من المصدر. متابعة مستمرة ونرصد بشكل متواصل جديد تطورات جائحة كوفيد 19 وتداعيات هذه الجائحة اللي طالت جميع نواحي حياتنا وأحدثت تغيير واضح في تفاصيل حياتنا اليومية. الجهود مستمرة ما دام الوباء مستمر، وسبل مكافحة هذا الوباء راح تتواصل على جميع الجبهات في هذا التحدي الكبير. تحدي الأمن الصحي وسلامة الناس، تحدي التعاطي الجدية ومسؤولية والتزام لصد انتشار الوباء. جميعنا مسؤولين ومطالبين بأداء هذا الدور في مكافحة الوباء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إذا كان فيروس كورونا يفرض علينا قرارات بين الحظر والحجر والإغلاق، فإن التطعيم ضد كورونا يعطينا خيارات المناعة والتحصين واستعادة حياتنا الطبيعية. بادروا بالتطعيم اليوم لنستعيد عاداتنا الجميلة غدا. اللقاح هو الخيار الصائب ليكون القادم أفضل مما مضى. تعاوننا بالتطعيم يحصننا. حياكم الله مجددا مشاهدينا. في البداية أرحب ضيفتي في الاستديو استشاري طب العائلة ورئيس فريق الطب الوقائي في مستشفى الأحمدي الدكتورة انتصار الهندال. دكتورة انتصار مرحبا فيك من المصدر. هلا والله. بداية دكتورة، عداد الإصابات بفيروس كورونا بدأ يطق المؤشر الأحمر، ولكن احنا راح نطلع هذا التقرير قبل أن نبدأ الحوار معك دكتورة ونرجع ونكمل الحوار. انطلاقا من معايناتهم اليومية لمصابي كوفيد 19، يؤكد الأطباء أن ارتفاع أعداد الإصابات وحالات العناية المركزة في المستشفيات سببه عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والمخالطة. التجمعات نفسها يعني يصير تجمعات ديوانيات، مناسبات اجتماعية، حتى بالمولات. يعني أول كنا نمشي بالمول للخروجات للشغلات الضرورية فقط، لا الحين رجع الوضع لما هو قبل كورونا. طبعا للأسف أبرز الأسباب، وأعتقد الكل فينا متفق، إن بدينا نستهين في الاشتراطات الصحية الوقائية. الناس ما قامت تخاف نفس قبل، ما قامت تلبس الكمامة نفس قبل. زيادة التجمعات والزوارات والأمور هذه أيضا، المناسبات. أمام هذا الواقع يدعو الأطباء المواطنين والمقيمين إلى أخذ الاحتياطات الوقائية التي تقيهم من الوباء والإقبال على التطعيم بهدف خفض عدد الإصابات. في فترة يمكن الأسبوعين أو الثلاثة الأخيرة ازدياد عدد الحالات الإيجابية، وبالتالي عدد الحالات اللي هي تكون مريضة أو عندها أعراض شديدة في واللي تتطلب سواء يعني حضور المستشفى لتلقى علاجات أو حتى التنويم داخل الجناح أو حتى وصولا لقدر الله للعناية المركزة. ضروري أنكم تحافظون على نفسكم وعلى أحبابكم عساس باكر لا سمح الله لا قدر الله ما تندمون. اللي داخل المستشفى احنا اللي قاعد نعاني، احنا اللي قاعد نشوفه، احنا قاعد نشوف الحالات شلون صعبة لما المريض يدش المستشفى وما يقدر يتنفس ويحس انه خلاص نفسه رايح، وأهله حوالينا مو عارفين شلون ينقذونا. كوفيد 19 وباء لا زال موجودا وينتشر بسرعة، إنه معد وقاتل، أما السبيل الوحيد للتخلص منه فهو الالتزام التام بالتدابير الوقائية وعدم إقامة التجمعات. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت. كورونا تبحث عن كل مستهتر ليكون أحد ضحاياها، لا تمكنوها منكم أو ممن تحبون. الحظر إجراء ضروري لتحصينكم. سلامتكم وكل عزيز لديكم مسؤولية مجتمعية
تتطلب التعاون. إنكار واقع كورونا لا يمنع الأضرار، والفيروس لا يخشى من يستهين به. كونوا عونا وسندا في التصدي للجائحة. حياكم الله من جديد مشاهدينا، نرحب مرة أخرى بضيفتنا بالاستوديو الدكتور انتصار الهندال، استشاري طب العائلة ورئيس فريق الطب الوقائي في مستشفى الأحمدي. دكتورة، الإصابات يعني نشوف منذ الأسبوعين اللي فاتوا احنا ما قلينا عن عدد الإصابات، يعني 1100 1200 1300 1700، هذا الريت مال عدد الإصابات كأن المشهد قاعد يعيد نفسه من السنة اللي فاتت، قاعد يتكرر نفسه في نفس التوقيت نفس عدد الإصابات المرتفعة. شلون تفسرين دكتورة أو تقرأين هذه المقاربة الزمنية وعدد ارتفاع الحالات؟ طبعا عدد ارتفاع الحالات والحالات اللي بالعناية المركزة والوفيات لو تلاحظون راح تلقونه بعد أعلى من السنة اللي طافت بنفس الوقت، لأن دائما الموجة الثانية تكون أشرس، هذا معروف بعلم الأوبئة، فيمكن هذا الشيء احنا حذرنا منه حتى يعني قبل لا توصل هذه الاعداد. لما الاعداد نزلت حاولنا ان احنا نوعي الناس ان يا جماعه هذا مو يعني مو نهايه الوباء، ان الاعداد قاعده تقل اذا ما التزمنا بالاجراءات الاحترازيه، اذا ما سوينا اللي علينا من اجراءات سواء لبس الكمام او غيره من الاجراءات راح ترتفع الحالات. وهذه الحالات حاليا احنا مثل ما شايفين اليوم وصلت الناس اللي بالعنايه المركزه 195، هذا طبعا عدد جدا كبير وعدد مخيف للاسف. صح دكتوره، يعني هل احنا بحاجه في ان تكون عندنا سبل وقائيه جديده، ام ان فقط نكتفي بالقاعده الاساسيه اللي هي التباعد الاجتماعي؟ القاعده الاساسيه اللي للاسف الناس مو قاعده تلتزم فيها، التباعد الاجتماعي، نسميه اجتماعي نسميه جسدي، أنا في بداية الجائحة كنت أسميه التباعد الجسدي الاجتماعي، لكن اليوم صراحة سميه التباعد الجسدي لأنه يعني نشوف ازدحام بكل مكان، قاعدين نشوف مناسبات، قاعدين نشوف يعني اختلاط صراحة زايد على اللزوم، حياة أكثر من طبيعية قاعد ترد عندنا، وهذا الشيء غلط وفي يعني خطورة جدا كبيرة على الناس. دكتورة، بما أن حالات العناية المركزة بارتفاع، حالات الإصابات بارتفاع شديد، بالمقارنة في حالات يعني شفاء مبشرة بأن أكيد. هناك الحمد لله حالات يعني قاعد تشفى من الوباء، ولكن هل هناك فئات عمرية معينة قاعد تنصاب بالفيروس؟ يعني الإصابات الأعمار الصغيرة الحين زادت عن قبل، مو مثل يعني بداية الجائحة راح تلاحظون صغيرة تقريبا، يعني حتى الأعمار 15 و16 سنة قاعد نشوفهم ينصابون. طبعا هذه النقطة مو لأن الفيروس تغير ترى، لكن التخالط زاد. يعني احنا إذا نرد بذاكرتنا لهذا الوقت من 2020 صحيح كل شيء وقف بالحياة، المدارس وقفت، ما في مجمعات، ما في زيارات، ما في ولا شيء. فوجود التخالط الحالي وان الناس كلها تبي ترد من ضمنهم هذه الفئه العمريه، فهذا طبعا زاد من الحالات بهذه الفئه. يعني في بعض الناس تفسره انه يمكن هذا متحور او هذا الفيروس تغير، لا هو مو موضوع التحور ولا موضوع التغير، التغير فينا احنا في زياده مخالطتنا، عيالنا صاروا يطلعون اكثر فبالتالي الاصابات قاعده تزيد. ترى ممكن لان هناك كان يعني نوعين من الفئات، فئه خايفه وايد وفئه عادي عايشة حياتها طبيعية، ممكن يعني الأمور اختلطت على الناس وأصبح هذا التخالط الجسدي بكثرة وسبب ارتفاع الحالات. طبعا هذا السبب هو السبب الأكيد حق هذا الموضوع، التخالط والتقارب الجسدي هذا هو اللي قاعد يسبب لنا هذه المشاكل وهذا الارتفاع. وهذا الارتفاع يعني ثبات المنحنى مثل ما قلتي على الأعداد فوق 1100، هذا من يعني من أسبوع أو أكثر بعد. دكتورة الحين بعد إحنا اليوم الأجواء غير مستقرة بالكويت وراح تستمر إلى باكر، حالات الربو والحساسية ممكن تزيد، هل في حالات إلى الآن يعني شهدت ممكن مضاعفات أكثر أو دخول بالمستشفى؟
طبعا بالنسبه حق حالات الربو، يعني حالات الربو من الحالات اللي جدا منتشره عندنا بالكويت، يعني اغلب الناس ما في بيت يمكن ما عنده احد. هذا طبعا يرجع الى طبيعه البيئه والاجواء في الكويت. بالضبط، فيعني حالات الربو حالات الحساسيه الشديده سواء يعني العين او البلعوم او الانف، هذه الحالات اكيد تزيد مع هذه الاجواء، لدرجه ان انا قلت الحمد لله انه في حظر على الاقل ان الناس ما تطلع وما تسوء الحاله اكثر. فيعني أتمنى أن الناس تلتزم بالذات مرضى الربو ومرضى الحساسية، لأن في خطورة جدا كبيرة عندهم. المستشفيات أصلا مليانة بسبب كوفيد 19، فما نبي أيضا الناس اللي عندهم حساسية واللي عندهم ربو يتأزمون أكثر وبالتالي يعني لا سمح الله يلجؤون للمستشفى. فالحالات أكيد في حالات قاعدة توصل للمستشفى، لكن يعني أنا دعوتي لهم اليوم إنه يعني يحاولون يأخذون إجراءاتهم الاحترازية أكثر وأكثر، وأغلبهم هم عارفين شنو الإجراءات اللي لازم يسوونها وأخذ أدويتهم والأمور هذه، ويلتزمون بالبقاء بالمنازل أكيد. إن شاء الله الله يحفظ الجميع ويبعد عنهم المضاعفات حق الناس اللي يعانون يعني من الربو والحساسية. دكتورة، احنا دائما نسألكم الدكاترة عن الحالات والشفاء والإصابات، بس شلونكم أنتوا الطواقم الطبية؟ والله شلون قاعد تحمون نفسكم لما قاعدين تتعرضون بشكل مباشر للمصابين بالفيروس؟ نعم، احنا طبعا خلال السنة اللي فاتت كلها كانت الطريقة المعتادة مثل كل الناس، احنا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، من أهمها طبعا لبس الكمام والتعقيم، هذا الشيء اليومي. وأكيد يعني أنا أعتقد أغلب الدكاترة يعني إن شاء الله يكونون ملتزمين بالتباعد الجسدي والتباعد الاجتماعي اللي قلنا عنه، ما يحضرون مناسبات، ما يحضرون أعراس، بالنسبة حق الشباب ما يروحون دواوين والأمور هذه. فإحنا يعني طول الفترة اللي يعني السنة اللي طافت إحنا ملتزمين بهذا الشيء، لدرجة إن إحنا أشهر ما شفنا أهلنا، وحتى لما نشوفهم نحاول دائما يكون يعني بيننا وبينهم مسافات خوفا عليهم. من ناحيه المرضى طبعا احنا مضطرين ان احنا يعني نكون بدوامنا، لان يعني هذا وقتنا اكيد واحنا اكيد مستعدين له، لكن اهم باجراءاتنا الاحترازيه. وحتى انا دائما يعني اقول حق بعض الناس اللي يتململون من الكمام، اذا انت تمل منه وهو يعني كمامك يعني شيء بسيط وخلال يعني فتره روحتك الجمعيه ولا مجمع، فما بالك بالطواقم الطبيه اللي يلبسون انواع جدا يعني مزعجه، ثقيله ومزعجه. دكتور لاحظ الكمام والجلافز والجاون واللبس الخاص هذا والفيس شيلد والكمام، ساعات مو كمام واحد كمامين، فهذه الاجراءات ترى يعني التعب وايد يعني أكيد. فوق العمل، فوق الساعات الطويله، فوق المناظر اللي انت تشوفها، انت قاعد يعني التعب هذا خلال اليوم، الملابس هذه ثقيله ونفس ما عندك، فمجهودها كبير. لكن الحمد لله احنا ان شاء الله نكون يعني عدينا يعني مرحله كبيره ومع الالتزام ان شاء الله تعدي هذه المرحله. هل اختلف الوضع معكم دكتوره يعني تعرضكم بشكل مباشر للمريض او المصاب قبل فتره اللي هو اخذ اللقاحات عن الان ان اللقاح متوفر؟ اي احنا طبعا كحمايه لنا الحمد لله، لان يمكن اغلب الدكاتره طعموا من البدايه، وطبعا مو بس الدكاتره، كل الطواقم الطبيه اقصد، هذا الشيء اعطانا اكيد حمايه، وحمايه ان احنا يعني مو بس لنا، اهلنا بعد. لكن هذا ما قلل من الاجراءات الاحترازيه، ليش؟ لان انا لما البس الكمام انا ما البسه بس لحمايتي انا البسه لحمايه الاخرين بعد. يعني انا اوكي مطعمه وصار لي يمكن اكثر من شهرين من خذيت الجرعه الثانيه، لكن مع هذا انا ملتزمه بالتباعد وملتزمه بلبس الكمام، لان ممكن انا اكون حامله لهذا الفيروس، لكن بما اني مطعمه فانا يعني ما تبين علي اعراض، فما احب اني انقله حق شخص للحين سواء ما طعم بارادته او لانه ما وصل دوره. نعم دكتوره، بما ان احنا قاعد نتكلم عن التطعيم، معنا الحين اتصال هاتفي مع الدكتوره دانا الحقان استشاري طب الأطفال. دكتورة دانا مساء الخير. مساء النور، حياكم الله. دكتورة دانا، قبل شوي صرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن طريق حسابه على تويتر أن كل التطعيمات المستخدمة في البلاد مأمونيتها عالية ونتائجها مطمئنة ومقاومتها للوباء مؤكدة، داعيا الجميع الوزير الى المبادره بالتسجيل للتطعيم حمايه لانفسهم ومساهمه بتسريع عجله الوصول للمناعه
المجتمعية. دكتورة، بصفتك مختص في المجال الصحي ومن واقع اهتمامك بمتابعة عملية التطعيم ضد كوفيد 19، وزارة الصحة أكدت على عدم رصد أي آثار غير متوقعة لتلقي اللقاح ضد كوفيد 19، خاصة أن في الأيام اللي فاتت كان موضوع مثار عبر المواقع والمواقع الإخبارية بأن بعض التطعيمات سببت تجلطات بالدم أو حالات وفاة بسبب اللقاح، وهذا مثل طبعا ما أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا خاصة بعد إيقافه من قبل تقريبا 4 دول. شنو تعليقك على هذا الموضوع دكتورة؟ تمام. بداية طبعا أنا أحب أشكر تلفزيون دولة الكويت باستمرار نشر التوعية الصحية من مصادرها العلمية الموثوقة، شكرا لكم. ثانيا طبعا أحب أأكد مثل ما قال معالي وزير الصحة الشيخ دكتور باسل الصباح بأن التطعيمات ولله الحمد الموجودة في دولة الكويت آمنة. بالنسبة لما أثير من لغط وكلام بلقاح أكسفورد، كذلك وزارة الصحة الكويتية مشكورة أمس وضحت بيان لها صادر كل ما يدور حول هذا الموضوع. أنا راح أضيف أن التوقف كان في التشغيلتين فقط، في تشغيلتين فقط، وليس كل تطعيمات أكسفورد، وهي تشغيلة ABV5300 وتشغيلة ABV2856، وإحصائيا كانت هناك بس 30 حالة من ضمن 5 ملايين متطعم تم البلاغ عنها بوجود أعراض غير طبيعية، وإلى الآن لم تثبت أي حالة علاقتها السببية باللقاح والأمور سليمة. فعلى حسب ما تم إعلانه طبعا من اللجنة الأوروبية لمتابعة سلامة الأدوية واللقاحات، صدر أمس بيان وضح أن التقارير المبدئية للتشغيل هذه اللي وقفوها في النمسا أن هناك لا يوجد أي دليل لحالات التجلطات بالدم أو الوفاة مع لقاح أكسفورد. نعم دكتورة دانا، أنا بس راح أرد أكد عليك يعني بالنسبة لعملية الإيقاف المؤقت للقاح أكسفورد في بعض الدول، شنو يعني هذا الإجراء؟ إذا ممكن توضحي لي من ناحية علمية. ممتاز. طبعا إحنا لازم نطمن أكثر في ظل وجود هذه الإجراءات، لأن عند سحب أي دواء أو إيقاف أي لقاح هذا دليل واضح على أن ترخيص الأدوية واللقاحات هي عملية علمية بحتة وتحت إجراءات وشروط السلامة والمأمونية، فما يصير هناك تحكم لشخص أو تحيز ما. فسحب أي دواء أو توقف أي لقاح يثبت أن هناك هيئات رقابية ترصد وتراقب كل ما يتعلق بمأمونية الدواء واللقاح. فتطمنوا يا جماعة، فهذه دليل على أن في مراقبة. نعم دكتورة دانا، الآن يعني في مخاوف أخرى بعد، أن من خلال متابعتك دكتورة شلون تصنفين مستوى الأعراض بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح، يعني وشنو هي العوامل اللي بسببها تتفاوت الأعراض الطبيعية من شخص لآخر؟ تمام. إحنا طبعا الحين بالكويت عندنا لقاحين، فايزر بايونتك وأكسفورد أسترازينيكا. ممتاز. الفرق بين اللقاحين من ناحية الأعراض الجانبية، مثل ما الكل لاحظ وحتى بالدراسات بعد أخذ الجرعة الأولى من أكسفورد لاحظنا أن الأعراض الجانبية لأكسفورد أشد من الأعراض الجانبية لفايزر، وهذا أيضا بالدراسات والكل لاحظها حتى هني اللي خذوا من التطعيم، ولكن تتراوح بين كل شخص وآخر على حسب جهاز المناعي، على حسب طبعا تختلف ببناء المناعة من شخص إلى آخر. حتى بالدراسات أثبتت أن مثلا لو كان شخص ألف مثلا صارت معه حرارة، الشخص الثاني نفرض أنه باء مو شرط يكون نفس نسخة من ألف، فكل شخص على حسب اللي هو قابلية جسمه والمناعة لمقاومة هذا اللقاح. فأنا أبي أطمن أن مو شرط الكل نفس الأعراض نفس الأشخاص، تختلف طبعا تختلف، لكن اللي لاحظناه شوية أشد، ولكن ما تحتاج التدخل الطبي والإسعاف والإنعاش، وهذا أهم شيء. يعني ما في من الأعراض الجانبية اللي احتاجت مثلا تدخل وإنعاش
للشخص المتلقي للقاح إلى الآن. يعني نطمن السادة المواطنين والمقيمين بأن الأمور طيبة بالنسبة لتلقي اللقاح وما في أي أعراض جانبية شديدة لمن يتلقى اللقاح. إلى الآن لم نرصد دولة الكويت هناك أي أعراض شديد احتاج دخول مستشفى أو إنعاش أو إلى تدخل طبي. دكتورة، شلون تشوفين التضافر اللي قاعدين يقومون فيها بالنسبة للجهود التوعوية لتلقي اللقاح؟ كيف نعود للحياة الطبيعية؟ شلون تشوفين الجهود المقامة للتوعية بهذا الأمر؟ طبعا من بداية الجائحة مثل ما انت شايفة تلفزيون دولة الكويت، القنوات الإذاعية، وزارة الصحة بأكاونتاتها، طبعا أشكر أنا جميع الزملاء الزميلات اللي يحاولون التصدي للإشاعات سواء بالقنوات التلفزيونية الإذاعية أو عن طريق أكاونتاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا طبعا واجبنا كأطباء بنشر التوعية الصحية، مع أنه ياخذ وقت وجهد كبير، ولكن مثل ما انتم شايفين الإشاعات كثيرة، نحاول كثر ما نقدر أن نرد على الإشاعات الموجودة عن طريق مثلا الواتساب ولا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. كل الرسالة اللي أحب أوجهها يا جماعة، سمعوا من المصادر العلمية الموثوقة، لا تلتفتون حق أي رسائل توصلكم بدون مصدر علمي موثوق. أكيد. دكتورة، متى يمكن أو ممكن متى يمكن إحنا نوصل إلى المناعة المجتمعية قياسا مع خطة التطعيم اللي ماشيين عليها؟ إحنا طبعا نتمنى تسريع عملية التطعيم في دولة الكويت، نتمنى تكون هناك الآلاف اللي يتم تطعيمهم باليوم، كثر ما طعمنا أكثر كثر ما تتحقق المناعة المجتمعية. إلى الآن تقريبا النسبة يمكن وصلنا حول 9%، وهذه نسبة جدا قليلة. إحنا الهدف لنا أن نوصل تقريبا 65 إلى 70% لتتحقق المناعة المجتمعية وللعودة إلى حياتنا الطبيعية. كثر ما طعمنا أكثر، كثر ما قللنا العدوى، كثر ما قللنا طفرات وتحورات الفيروس، وبذلك ينحسر الوباء وتنتهي الجائحة. فأتمنى من الجميع أن يسجل ويحافظ على روحه ويحافظ على روح من يحب لنتخلص من هذه الجائحة. نعم، استشاري طب الأطفال دكتورة دانا الحقان، شكرا جزيلا لك دكتورة على هذه المداخلة. شكرا. عداد كورونا يقرئك يوميا مؤشرات الخطر. إما أن تلتزم أو أن يكون كورونا أقرب إليك مما تعتقد. التدابير الصحية لا تهدف إلى التضييق عليك، الغاية حفظ صحتك وسلامة كل عزيز لديك. بتعاونك نواجه الجائحة. حياكم الله مجددا مشاهدينا، هذه عودة مع ضيفتي اليوم بالاستديو الدكتورة انتصار الهندال، استشاري طب العائلة ورئيس فريق الطب الوقائي في مستشفى الأحمدي. دكتورة انتصار، شلون نعزز المناعة بالنسبة للأطفال للوقاية من كوفيد 19؟ طبعا مثل ما ذكرنا قبل شوي ان الكل معرض لكوفيد 19، لكن تعزيز المناعة طريقته الصحيحة هي التغذية الصحيحة. يعني وأرد أذكر تعزيز المناعة ما يعني أن الشخص ما يصاب، لكن إحنا نخليه دائما جاهز أن إذا لا سمح الله لأي سبب من الأسباب تمت إصابته يكون الأعراض أقل ومناعته قوية بحيث أنها تقاوم الفيروس. الحين فرصة بما أن أطفالنا بالبيت، بما أنهم يدرسون أونلاين، يعني دائما موجودين، ما في عذر أن أنا والله ما أدري شنو يأكلون بالمدرسة مثلا، أو إذا طلعوا ما أدري شنو يأكلون، أو موجودين معنا بالبيت. الخضار والفواكه هي الطريقة الأساسية في تقوية وتعزيز مناعة سواء الكبير أو الطفل، لكن بالأخص
الطفل، بالإضافة إلى التغذية السليمة، يعني نوعية الأكل، إن إحنا دائما نحاول مثل ما قلنا خضار فواكه، الأكل يكون مطبوخ بالبيت بنوعيات زيت جيدة، نوخر عن السكريات بالذات السكريات المصنعة، يعني دائما نحاول نستبدلها بالفواكه ونحببهم بالفواكه بطريقة يعني تكون محببة للطفل. مهم جدا دكتورة أن نعزز عندهم فيتامين سي وفيتامين دال، نعم، علشان مناعتهم تكون جاهزة وقوية طبعاً للتصدي طبعا للفيروس. بالذات فيتامين سي طبعا متوفر بكل أنواع الفواكه بالذات الحمضيات، بالإضافة إلى فيتامين دال، ممكن يعني طلعة بسيطة بالشمس، يعني إذا الواحد عنده حديقة أو حوش أو ممكن خلال فترات النهار، بالإضافة إلى يعني الحليب، البيض، التغذية الجيدة دائما هي الطريقة الأساسية في رفع المناعة وتقويتها. دكتورة الحين بالنسبة للأطفال ما في لقاح لهم يأخذونه، نعم، الكبار في لهم فرصة أنهم يكونون يعني بوقاية كافية بأخذ اللقاح. نعم. إذن لما يأخذون اللقاح إيش كثر يأخذون فترة عشان تنبني عندهم الأجسام المضادة؟ النوعين سواء الأنواع اللي متوفرة بالكويت فايزر أو أكسفورد، بعد الجرعة الأولى الواحد يحتاج على الأقل أسبوعين عشان تبدأ تظهر عنده الأجسام الأجسام المضادة، نعم الأجسام المضادة، بحيث أنه تبدأ عند المناعة، يعني لا حد يعتقد أنه هو أخذ التطعيم يعني إبرة سحرية على طول، يعني اليوم يأخذ التطعيم وبالليل يروح حفلة مثلا أو يروح الديوانية، لا هذا غير صحيح، على الأقل أسبوعين على ما الأجسام المضادة تبدأ تنبني وبالتالي تبدأ تتكون مناعة، يعني هم ما راح يوصل لي النسبة الكبيرة من المناعة، يعني عندنا مثلا في تطعيم فايزر توصل المناعة بعد الجرعة الأولى إلى 40%، بينما في أكسفورد توصل إلى 70%، بعد الجرعة الثانية التطعيمين يصلون إلى تقريبا 90%، فهذه طبعا نسبة جدا عالية وممتازة. تختلف من جسم لجسم دكتورة؟ طبعا هي ايش كثر تاخذ وايش كثر يوصل الشخص للمناعه تختلف من جسم لجسم، بس حسب الدراسات اغلب الناس راح يوصلون بعد الجرعه الثانيه باسبوعين الى من اسبوعين الى شهر الى 90%. احنا دكتوره يعني من خلال برنامج من المصدر حاولنا نفتش ونرصد شنو الاحاديث اللي قاعد تدور بالنسبه في الشارع الكويتي، نعم. فلقينا يعني بعض الحديث المتداول ان في ناس بعد اخذ الجرعه الاولى يقولون حاشتني كورونا. زين بعد ما حاشتهم كورونا هل ان التطعيم قاعد يخفف من حده الاعراض؟ والله شوف هو يعني؟ هو على حسب متى كان ماخذ التطعيم، اذا اخذ التطعيم وباكر عقب باكر حاشته الكورونا اصلا التطعيم ما يمدي انه يكون اصلا اشتغل، يعني هو يعني حاشته الكورونا قبل لا يطعم، يمكن تكون حاشته الكورونا قبل لا يطعم، يمكن اليوم يعني في ناس للاسف في يعني غلط شائع عندنا انه من يتطعم مثل ما قلنا هي مو ابره سحريه ويروح يخالط على طول ويتخلص من الاجراءات الاحترازيه، فانت عندك على الاقل اسبوعين انت للحين جسمك ما كون مناعه، فبهالحاله ممكن باي لحظه تحوشك كورونا وانت للحين ما كونت المناعه يعني اللي يهدف لها التطعيم. نعم نعم، فيعني مثل ما قلنا اذا كان مطعم صار له اكثر من اسبوعين ممكن تكون الاعراض قليله عليه بسبب المناعه اللي عنده، لكن اذا هو بعد يومين ثلاثه من اخذ التطعيم فما اعتقد المناعه يعني التطعيم كان اصلا مشتغل بجسمه للحين. بهالحاله دكتور انتصار يعني شنو الحالات اللي لازم تسوي فحص الفيروس قبل لا تاخذ التطعيم؟ ما حد يحتاج يسوي فحص عادي، ما حد يحتاج كل اللي مخاوف قاعد نرصدها يقول احنا صحيح. ما نطعم لان قاعد يعني قاعد نشوف حالات ان فيها كورونا على الرغم من اخذ اللقاح. فعلا هذا السؤال دائما الناس تساله وفي ناس يعني تطالب فيه خلينا نسميه، لكن ما في ولا بروتوكول باي مكان بالعالم يقول والله انك تسوي فحص البي سي ار قبل التطعيم. كل اللي مطلوب منك ان وقت التطعيم تكون بصحه جيده، ما عندك اي ارتفاع بدرجه الحراره، ما عندك اعراض مثل الاحتقان،
مو على مثلا مضاد حيوي. اذا ما عندك هذه الاشياء كلها تقدر تاخذ المضاد التطعيم وانت مرتاح، وما تحتاج يعني ما في اي فئه محتاجه انها تسوي بي سي ار قبل التطعيم. وفي امراض معينه لازم يعني المقبل على التطعيم انه يتاكد منها قبل لا ياخذ التطعيم؟ شوفي، هو الناس اللي عندهم امراض مزمنه كلهم عارف، يعني كل واحد عارف نفسه، عارف شنو المرض اللي عنده. صحيح. ما حد راح يسوي فحص بس علشان هو يبي يطعم، هذه اول نقطه. النقطه الثانيه، اكثر الامراض المزمنه اصلا التطعيم اساسا هو لهم اولويه فيه. ويمكن تذكرون في بدايه حمله التطعيم، الناس اللي عندهم ضغط، الناس اللي عندهم سكر، الناس اللي عندهم امراض مزمنه اخرى، كلهم هذيل لهم اولويه في التطعيم. يبقى عاد الحالات القليله اللي مثلا احد ياخذ كيماوي او احد مثلا على كورتيزون، حسب نوع الدواء وحسب العلاج اللي هو ياخذه، انا انصحه انه هو يراجع طبيبه ويسال طبيبه هل هو بحالته الحاليه الحين ياخذ التطعيم ولا ينطر شوي. لان في بعض الحالات مثل الكورتيزون هم ما ياخذ، يعني ما يمنعهم انهم ياخذون التطعيم، لكن ممكن يقلل من فعاليته. فهذا انا افضل انه يرجع حق طبيب المعالج وهو يعطي النصيحه اللي تناسبه هو شخصيا. نعم دكتوره، احنا عندنا الحين تقرير بسيط راح نطلع فيه. هذا التقرير يسلط الضوء على جانب الاجراءات العلاجيه في التعامل مع حالات كوفيد 19، واللي منها اعطاء بعض انواع عقار الكورتيزون. الكورتيزون طبعا يؤكد اطباء العنايه المركزه انه يساهم بشكل كبير في خفض حالات الوفاه، بالتالي ارتفاع حالات التعافي. الدراسات العلميه المؤكده وتوصيات المنظمه الصحه العالميه اثبتت ذلك. لذلك نشوف هذا التقرير ولنعوده. في شهر يونيو الماضي اعتمدت أقسام العناية المركزة في المستشفيات بعض أدوية الكورتيزون ليكون ضمن البروتوكولات العلاجية لمرضى كوفيد للحالات الخطرة. الكورتيزون اعتمد من منظمة الصحة العالمية في استخدامه حق مرضى الكوفيد. احنا بدينا على طول في مستشفى العدان ان نعطي هذا الدواء حق المرضى. طبعا في حالات معينة هي اللي تحتاج ياخذها المريض. الحالات هذه طبعا المريض اللي يحتاج اكسجين، والمريض هذا اللي يحتاج اكسجين او يحتاج انه يروح العناية ويحتاج العناية المركزة. 5% من المصابين بالفيروس تحدث لديهم استجابة مناعية مفرطة تسبب بالتهاب رئوي حاد، وبالتالي نقص في الأكسجين، مما يستدعي الطبيب المعالج إلى إعطاء المريض دواء الكورتيزون بدوره يقلل من حدة العاصفة المناعية. الكورتيزون نسمع له إيجابيات له مضاعفات. المضاعفات اللي تصير معاه إنه يزيد السكر، تقلل المناعة، وهذا هو التخوف من الناس إنه هو يقول لك إنه يقلل مناعتي، ممكن يحوش التهابات بكتيرية، ولكن لقوا إن الفائدة أكثر من المضاعفات الموجودة. أنت تقللين ثلث الوفيات، هذا شيء كبير في حالات الكوفيد. الاستجابة المناعية المفرطة للجسم ضد الفيروس، هذه تكون احيانا تاخذ رد فعل عكسي وتؤدي الى طبعا الفشل في مختلف الاعضاء والى ضيق التنفس، ويعني تقوم حتى الخلايا هذه او الخلايا المناعيه بمهاجمه خلايا الانسان الاعضاء نفسها. فهني دور الكورتيزون هو يقلل، مضاد عباره عن مضاد التهاب، ويقلل ويحاول ان يحد من الاستجابه المناعيه المبالغ فيها. عائلة أدوية الكورتيزون المخصصة لمرضى كوفيد متعددة، فمنها يعطى عن طريق الفم أو الوريد. الكورتيزون في عدة أنواع، منها الدكساميثازون يعطى طبعا جرعة 6 ملغرام بالفم لمدة مرة واحدة باليوم لمدة 10 أيام تقريبا أو إلى حين الخروج من المستشفى. وهناك بدائل مثل البريدنيسولون اللي يعطى بجرعة 40 ملغرام مرة واحدة بالفم أيضا نفس المدة، وأيضا هناك الهيدروكورتيزون اللي يعطى عن طريق الوريد. وزارة الصحة حريصة على استحداث البروتوكولات العلاجية لمرضى كوفيد بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. كورونا تبحث عن كل مستهتر ليكون أحد ضحاياها، لا تمكنوها منكم أو ممن تحبون. الحظر إجراء ضروري لتحصينكم. سلامتكم وكل عزيز لديكم مسؤولية مجتمعية
تتطلب التعاون. إنكار واقع كورونا لا يمنع الأضرار، والفيروس لا يخشى من يستهين به. كونوا عونا وسندا في التصدي للجائحة. هذه عودة مرة أخرى مشاهدينا من برنامج من المصدر، ولضيفتي الكريمة الدكتورة انتصار الهندال. دكتورة، بالنسبة لموضوع الكورتيزون، يعني شلون أنتوا الخطة العلاجية اللي تمشون عليها اللي تخليكم تستعملون الكورتيزون، خاصة أنه يقلل نسبة الوفيات؟ نعم، شوفي الكويت الحمد لله يعني الخطط العلاجية ما تكون يعني مجرد انه يعني تجارب، ولا مثل ما الناس تعتقد انه والله الدكاترة قاعد يجربون فينا. لا، إيه هي بروتوكولات عالمية دائما نسمعها، وايضا قاعد تسبب خوف بين الناس ان الكورتيزون قاعد يذبح المريض المصاب بكورونا اللي داخل العناية المركزة. شوفي للاسف انه يعني الناس تصدق الفيديوهات وتصدق الإشاعات اللي تنتشر عن طريق الواتساب، وما تأخذها من المصدر. ولو يعني مثل التقرير اللي توكم عرضته، الموضوع كان فيه واضح، ما حد راح ينقله، الناس تنقل فقط الشيء للأسف الشيء السلبي، الشيء اللي فيه خوف، اللي يعني حتى هم ما يعرفون هذا الشخص منه. يعني حتى الدكتور مثلا اللي قاعد يتكلم، هل هو حتى دكتور ولا مو دكتور؟ صحيح. ومن بلد ثانية وما ندري منه هو. أشوف الفيديو ينتشر ويوصل لك ألف مرة يمكن، ولما يكون الموضوع من المصدر ومن الناس اللي يعني يشتغلون بالعناية المركزة، الناس المعنيين بهذا الموضوع، ما حد ينقله ولا حد يتكلم عنه. فالأطباء بالكويت، وزارة الصحة، البروتوكولات اللي نمشي عليها كلها بروتوكولات عالمية، ما نمشي على ما في تجارب على الناس ولا في تجارب. ودواء الكورتيزون من يعني من افضل الادويه اللي يعني قاعده تحمي ارواح الناس. فمثل ما الاخ الدكتور قبل شوي قال، دائما حسبه الادويه ما تنحسب والله هذا العلاج لمضاعفات، الحسبه تكون هل المضاعفات اعلى ولا الفائده اعلى. لما تكون الفائده اعلى خلاص الدواء يعتمد. ف الحفاظ على روح الإنسان دائما هي الأهم. فبما أن الكورتيزون قاعد يعالج المرضى العناية المركزة وقاعد يحمي حياتهم، فأكيد العلاج هذا بإذن الله صحيح. وحتى لما طالع أنت الأرقام، أنت طالع إيش كثر الناس اللي طلعت من العناية المركزة. إحنا يعني الأعداد ترى جدا كبيرة عندنا هالأيام بالعناية المركزة، لكن الحمد لله قاعدين يتشافون وقاعدين يطلعون. ف ليش تطالع الجانب المظلم؟ لا، طالع كم واحد دش المستشفى، والحمد لله طلع كم واحد دش العناية المركزة وطلع بصحة وعافية. فيعني أتمنى أن الناس تكون عندها ثقة أكبر في أطبائنا، يكون عندها ثقة أكبر في منظومتنا الصحية، وإن شاء الله يعني يكون على قد المسؤولية بإذن الله. إن شاء الله يا رب. دكتورة، إحنا عندنا اتصال هاتفي، راح نتكلم الآن مع استشاري الباطنية والأمراض الصدرية والعناية المركزة الدكتور عبد الله المطيري. دكتور عبد الله، حياك الله. يا هلا، حياكم الله ومساكم الله بالخير جميعا. دكتور الله يعافيك. دكتور اثرت امس في السوشيال ميديا من خلال تغريدتك، يعني لفت الانتباه الناس كثيرين من خلال التغريدة خصصتها، هي دخول شخص عمره تقريبا 51 سنة وشخص آخر 49 سنة في العناية المركزة من غير أعراض أو يعني أمراض مزمنة صابتهم، وأيضا دعيت الناس كلهم بالالتزام وأخذ التطعيم. شنو سبب هذه التغريدة دكتور المثيرة للجدل، وأيضا شلون قست ردود الفعل؟ اولا يعطيكم الصحه والعافيه. التغريده للامانه كانت بعد يعني احنا في المرور في العنايه المركزه من الصبح، وبعدين استقبلنا حالتين، وكانوا الحالتين اللي حتى طبعا كانوا صغار بالسن، يعني كان في واحد 49 سنه وواحده كان عمرها 51 سنه، وما يشكون من اي اعراض او اي امراض مزمنه يعني، او اي امراض تخليهم من اهل الاختطار يعني. فكان الوضع يعني محبط، لما يعني احنا تعودنا في العناية المركزة في الموجة الأولى
غالب الحالات تكون في الغالب كبار السن. طبعا ما زال هذا الوضع يعني ساري الى الان يعني. نعم. ما زال كبار السن من اهل او اهل الاختطار هم اكثر الناس اللي عرضه لدخول العنايه المركزه، لكن لما تشوف ناس بدت تشوف بالموجه هذه ان في ناس اصغر بالسن وقاعد يدخلون عندك العنايه المركزه، يعني يحس الواحد ان الموجه هذه اشرس، يحس ان الواحد ان اكثر خطر فتكن بالانسان. هل استعدينا ما استعدينا؟ هل لازم نستعد اكثر؟ ليش الناس مو قاعد تستعد؟ يعني فيشعر مثل احباط في تردد الناس اذا كان في تردد على التطعيم واللي اثبت مأمونيته يعني. فكانت الفكره ان على الاقل نوصل رساله من داخل العنايه، يعني فعلا هذا واقع صاير يعني. انا هذا شفته قدام عيني، هذول ناس صغار بالسن وغير مطعمين للاسف، غير مطعمين وما يشكون من امراض مزمنه، ومع ذلك وصلوا الى حد الفشل بالتنفس الرئوي اللي اوصلهم الى دخول العنايه المركزه. نعم دكتور، حالات العنايه المركزه في اعلى درجاتها، يعني وصلت اليوم بعدد 195 وهو عدد مو قليل. شنو هي المؤشرات اللي ممكن تقراها تجاه هذا الموضوع؟ هذا مؤشر يدل على شراسه الموجه الثانيه. الموجه هذه للاسف قاعد يعني تنتشر بسرعه، وانتشر الفيروس مره اخرى بسبب طبعا يعني عده اسباب، من ضمنها افتتاح الحياه والناس تقريبا ابتعدوا عن الوسائل اللي كانت بالعاده هي اللي تسبب التجنب الاصابه، مثل لبس الكمام، غسل الايدي، بعد عن التجمعات، وكلنا شاهدنا وشفنا العروس وشفنا الحفلات وشفنا الاختلاطات الكثيره. وايضا قد يكون هذا صاحبه ايضا تحور فيروسي، قد يكون الفيروس اللي الان منتشر متحور واكثر شراسه، واحنا الدراسات اللي خرجت من الدول اللي حاشتها الفيروس الموجه الثانيه كان ان شده الفيروس اعلى وانه كان يصيب بالفئات الاصغر بالسن. فكلها مؤشرات ان الانسان يجب او الشخص يجب انه يشاهد الارقام، يطالع عدل، يشوف الوضع شلون صاير، يصير أحرص من الموجة الأولى الآن على التباعد الاجتماعي ولبس الكمام والأمور هذه كلها. يعني على قدر الإمكان نحاول إحنا مجتهدين مع بعض. الآن عندنا وسيلة، يمكن الموجة الأولى ما كان عندنا وسيلة للابتعاد أو وسيلة لتخفيض الإصابات، الآن عندنا صحيح. وسيلة ناجعة على الأقل يعني، أو أثبتت أنها ممكن تقلل عندنا الإصابات مثل ما صار بالدول اللي سبقونها اللي هي التطعيم. يعني انتشار التطعيم والإقبال عليه، تطعيم أكبر عدد ممكن على الأقل حتى نحاول نسيطر على الأرقام قدر الإمكان. دكتور عبد الله، شنو المدة اللي يحتاجها يعني كل مريض في العناية المركزة إلى أن يوصل إلى الشفاء ويطلع من العناية المركزة، وشنو هي العوامل اللي تساعد على الشفاء؟ طبعا الشفاء من المرض او الشفاء من المضاعفات الفيروس على الجهاز التنفسي دائما تعتمد على عوامل السن وعلى عوامل الامراض المزمنه. كل ما كان الانسان اصغر بالسن كل ما كانت فرصه الشفاء اسرع وبوقت اكثر، وكل ما كان قليل الامراض المزمنه ايضا كل ما كانت فرصه الشفاء اسرع وبوقت اكثر. احنا عندنا بعض المرضى اللي يكون مثلا الاصابه عندهم يعني معقوله، ويكون مثلا الشخص صحي قبل هالمره، يصير بالسن مثلا، ممكن انه ينتظر بالعنايه المركزه او يقعد في العنايه المركزه من 4 إلى 5 أيام وبعدها يتحول مره ثانيه، يطلع من العنايه يروح الجناح. لكن عندنا ناس كبار بالسن واللي يكون عندهم امراض مزمنه، في بعضهم ممكن يكون يدخل في مشاكل، مقاومه الجسم تكون ضعيفه، مناعه الجسم تكون ضعيفه، ممكن ينتظر ويقعد معانا يعني في بعض المرضى ممكن بالاسابيع. نعم. فهي تختلف على حسب المريض وعلى حسب شده المرض معه وعلى حسب وجود امراض مزمنه. نعم الله يعني يعطيكم الصحه والعافيه دكتور، ويشافي كل مريض باذن الله من هذه الجائحه. دكتور، هل تابعت حالات اصابه بكوفيد 19 اصحابها خذوا مسبقا اللقاح او تطعيم ضد كورونا؟ كيف تصف حالتهم دكتور؟ اولا انا للامانه ما كان عندنا اي حاله اكملت التطعيمات كامله، يعني تطعيمات اثنين، التطعيمين اثنين وبعد فتره. انا شخصيا ابدا ما كان عندي ولا حاله او اعرف اي حاله اكملت التطعيمات ودخلت العنايه المركزه. الحمد لله. نعم، في بعض المرضى كانوا على التطعيم اول وحاشهم بعدها اصابه بالفيروس، وحنا نعرف التطعيم الاول ما يوصل الى الحمايه الكامله، لازم الانسان مهما كان
حتى بعد التطعيم ياخذ احتياطاته دائما ويبتعد عن التجمعات قدر الامكان، وفي حالات حاشتهم الاصابه بعد التطعيم الاول فقط، وهذه حالات يعني قد تصل وتكون وارده يعني. لكن التطعيمات كامله وبعدها بفتره الاسبوعين وكذا يعني اكمل تطعيمات، المفروض ان المناعه عنده في افضل حالاتها. الى الان انا ما شفت اي حاله عندنا في العنايه المركزه. نعم الحمد لله. واستشاري الباطنية والأمراض السطرية والعناية المركزة الدكتور عبد الله المطيري، شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا عبر الهاتف دكتور. إذا كان فيروس كورونا يفرض علينا قرارات بين الحظر والحجر والإغلاق، فإن التطعيم ضد كورونا يعطينا خيارات المناعة والتحصين واستعادة حياتنا الطبيعية. بادروا بالتطعيم اليوم لنستعيد عاداتنا الجميلة غدا. اللقاح هو الخيار الصائب ليكون القادم أفضل مما مضى. تعاوننا بالتطعيم يحصننا. حياكم الله مجددا، هذه عودة مع ضيفتنا بالاستديو الدكتورة انتصار الهندال. دكتورة، في حالات بعد ما تتشافى من فيروس كورونا تستمر معاها أعراض لفترة أطول، منها ضيق التنفس، ممكن يطولون على ما يسترجعون حاسة التذوق والشم، شلون تفسرين أو شنو الأسباب؟ طبعا بالنسبة حق هالموضوع هذا هو معروف، يعني ترى حتى الفيروسات العادية مثلا خلينا نقول واحد اصيب فيروس الانفلونزا يظل معاه الكحه، فالاعراض التنفسيه عاده تطول. هذه من ناحيه الاعراض التنفسيه، شويه الضيق بالنفس او حتى الكحه. بالنسبه حق حاسه الشم والتذوق، يعني الفيروس كورونا من الفيروسات الغريبه، يعني هذا العرض عاده ما يصير اغلب الفيروسات. فقدان الحواس. نعم. ففقدان الحواس يحتاج وقت. سبحان الله، هذه الخلايا الحسية لما يهاجمها فيروس كورونا وحتى بعد ما الإنسان يتشافى تحتاج وقت علشان تستعيد خلينا نقول طاقتها الكاملة. فتشوفين إن الشخص يبدأ شوي شوي يحس كأن الريحة جايت له من بعيد، يستعيد عافيته شوي شوي. فأكيد راح تأخذ وقت معه، وممكن حتى توصل، في بعض الناس وصلت معهم لأشهر على ما استعادوا، وحتى لما استعادوها ما ردت لهم يعني بكفاءتها السابقة. فعشان كذي إحنا دائما يعني نشدد إنه يعني حتى لو الإنسان الأعراض كانت عنده خفيفة، حتى هذا سبحان الله هو عرض جدا شكليا هو بسيط، لكن مجرد أنك يعني تتخيل نفسك تأكل الشيء ما تعرف هو يعني شنو بالضبط اللي قاعد تأكله، الطعم يعني مالح ولا حلو ولا يعني شعور جدا يعني جدا صعب. فيعني هذه من الأشياء اللي إحنا دائما نركز إنه ديروا بالكم، ترى حتى العرض البسيط هو يعني نسبيا بسيط، لكن هو مو بسيط. الطبيعي يعني يكون يحوشه مثلا ارهاق بعد يعني هذه مثل ما قلنا يعني ترد بعد على طبيعه الجسم وعلى مناعه الجسم وقوته. في ناس يستعيدون ما شاء الله عافيتهم يعني مباشره، وفي ناس لا ياخذ معاهم بعض الاسابيع او يعني ممكن طول حتى لشهر. دكتوره يعطيك العافيه ونشكرك على وجودك معنا بالاستديو. نصيحة أخيرة ورسالة توجهينها للسادة المواطنين والمقيمين. والله يعني باختصار نعم للتطعيم، طعمه لا تخافون، التطعيم بإذن الله فعال وآمن، والشغلة الثانية ابتعدوا عن المناسبات والتجمعات. شكرا لك دكتورة انتصار الهندال، استشاري طب العائلة ورئيس فريق الطب الوقائي في مستشفى الأحمدي. شكرا دكتورة. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا الليلة من برنامج من المصدر. نظل كافة الجهود مسخرة لمواجهة هذا الوباء، يبقى حرصنا على صحتنا وعلى سلامة من اللي نحبهم، هو الدافع لمواجهة هذا المرض والباعث على زيادة عزيمتنا في حماية وطننا وأهلنا من خطر هذه الجائحة اللي وضعتنا جميعا أمام خط المكافحة، مصطفين بقلب واحد أمام عدو واحد اللي هو كوفيد 19، والمواجهة مستمرة بإذن الله.
مع السلامة.